القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم. الحمد لله الحمد لله.